نجوى. فهم لا يؤمنون. وله ما سكن وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله اتخذ وليا من فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عني يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. وإن يمسسك الله بضر
إنه على كل إنه بكل شيء عليم. السلام. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى إن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم. وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم. وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. تقيم الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أن الحق إلا أن الذين يمارون بالساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. ذلك الذي يبشر الله بعباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة والقربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء يختم على قلبكم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلمته إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. تراصوا أسدوا خلل. الله أكبر.
الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله. خلي يبغى لها شويه نجاح ما لها طعم وغادي فوق هنا الحامه ولا ادري وش والله يا ديب ما يرضيك شيء على ذا الدنيا كلها والله احب الصحيح وكلمه الحق ترضيني يا اخي معك تنقال تنقال لو انا صحيح ما عاد عارف والله شلون عارضه وهو صحيح يعني مستخسرين فينا عصيد يحطوني في الثلاجة هيا تدري شن هي؟ والله نبي عصيرات يا يا اخي عندنا نسوي بزبونه شيء ناصره استغفر الله العظيم والله يقسم بالله خصوصا العصيرات يا شيخ اول مره في حياتي اكل سمك مع شاهي اقسم بالله العظيم الحمد لله تعال جيب لي وقت الخدمه شو بخس خل ناكل حتى خس تعرف وين معي ما حد ردك خلاص اجلس ساعات صح الخس انت شو اقول انت طب هذا عرفنا السمك طب هذا وشو هذا ادام ربيان ما حصلنا ربيان بس حطيناها اودا يلا الله يديم النعمه الحمد لله على النعمه ها النعمه ذي ما عجبتك يا ديب قم يا ديب وانا ايش قلت عجبتك قلت الله يديم النعمه يا ديب انا خلصت البهارات اليوم ما عجبتك هذا صوص خالي هاي عين خالي نبي كبسه بعد ابشر والله بالكبسه يا بعد سمك يا رب لك الحمد ما هو نفسك على الطرقه ما هي بمحدوده والله العظيم حاي هذا بحر اللي
اسبوع على متعودين على السمك ولا عمره ذقتهم. ابشر والله بالكبسه. اسمع قال وش اللي حدك على المر؟ قال لي مر خليك تاكل اسابعك ورا. لا بهمر ولا بهم انا اخو لا سوا انت ميت من الجوع. انه مر المر منه على البطاطس جعل ابو ابوي بالجنه. ايش؟ ها؟ تعال ما اقدر اساعدك لا تكلم محلي ما اعرف. ليه؟ تبي تقطعنا؟ لا يا قلبي معليش بقطعك طماطم. الحين انا الكبسه يبي لها بس 10 دقائق. لا حماس صح؟ تبي اسود؟ ما احط لك باذنجان؟ كله لا تحطه سكر. ليه؟ مو حلو والله مو حلو. ما حلو على الاكل؟ اي والله حرام عليك ظلمته والله هو زين على الاكل بس ما عليه انا بسويه مقلي بسويه مقلي. ها؟ البطاطس على وشك. ما تاكل معي بالكبسه. ذي ما تاكل معي بكبستنا. يلا بس انت خالص الروح. ذي طال عمرك يلا. ذي داخل القلب. جعلك تسلم والله. ذي طال عمرك. اقول لا تصدق والله ما انت داخل القلب ولا شيء. لا ذي ترى خلاص من اليوم انا من ناحيتي عنزي. والله تشرف والله. والله العظيم. ترى يا جالس تسولف لي على مواقفه مع نزه. الا اني اتشرف معك يا اخي. انا ما اتكلم وهو نعم بس ما يدخل قلب. ليش لا تسب عليه؟ لا حرام عليك. تغره وبعدين يستانس يدبت ودن كل شوي عندنا. ها تبي الصدق اكلمك الحين انا من ناحيتك انت هذا مو كلام مو من قلبك. لو انه من قلبك ما صار قوتك الثانيه جعلك يا رجال ما يبينا اكتشفته. افا سبحان الله يوم ابيه. ليش تختار طيب يا رايد؟ يوم ابيه ما جاني يوم ما ابيه جاني. حسب يبينا من الاول. يوم ابيك ما جيت يوم ابيك يوم ما ابيك جيت. تدري يوم طلعت يا رايد في في في, في شو اسمه والله انا صدق الشاعر اللي يوم اللي ابيك اختارنا ان نزغي. ها خرب علينا عيده. ويوم اني ما ابيك لا انا ابي اكل احد انا من مثلك تقلب انت مزاجي تقلب انا لا ما تقلب. رايد هو رايد يموت ولا يعيش. رد الكلمه بدا يا رايد بدا الكلمه اللي بغيت تقول. الحين قوتي الثانية محمد الحارث. الله يستر. أما التقلبات هذه يا ذيب ما هي لنا. ولا أنا أبيك ولا أنا ما أبيك. وأنت أنا أبيك وأنت ما أبيك. ما أدري إيش اللي خلاني أختار الخساير. حدني الزماء. أحب الصحيح وكلمة الحق ترضين. يبوه غد بس راح يعمل إعداد يقول علي خصم يبي يتفاهم معها. بطاطس يا ذيب. سامي. وزاع. سامي يا قلب. يعطيك العافية. أحب صحيح وكلمة الحق ترضي. في قرع ما في قرع. أنا صحيح أقول وقت الوضوء. ها؟ طيب أنا بقول كذا. ما في قرع. قل أحد منعك. ها؟ أحد منعك يقول لك تعال. إيه. أنت تكذبني. أنا ما كذبت. قلت هذا صحيح أقول وليد تقول. أبو علي والعزة بحاجة الله يرحمه. ما وصلت قنبة. قال بعلمك للطبخ معلمة. مشينا؟ ها؟ عطى. يا جاي بالعافية يا نواف. الله يعافيك يا قلب. زيتهم وينهم؟ زيتهم وينهم؟ ريود اعطني راس. ها؟ خليه يستلم. استذبوا من جابهم. نجحت. يا مجيد من جابهم. هلا نجح جاب نسخة. خابوا منهم نازلين. سعد عينك يا حمد. شو تقول على هذا؟ وش هي؟ استوى ولا نجح؟ شو استوى؟ نجح. نجح. كلها. كلهم نجح. بس انه سقط. لا نجح بس هل ما اعطى نجاحه؟ تنكت ما شاء الله. يا شيخ قعيس السامج. قعيس ينكت. شيخ قعيس. علمك السامج منه؟ علمك ها؟ قعيس ملوها البطاطس. قعيس ابن ثعيس. قعيس وين هو قعيس؟ شيخ قعيس تعرف شيخ قعيس؟ اللولباني.
عيال وش كنت بقول؟ انا افتخر اني سميتك الشيخ قعيص. انا سميتك السيد جزره. الشيخ قعيص. الله سيد جزره مرحبا. ايش رايك خلاص؟ لا 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 نصيحه خلاص. اي ذيب خلاص ما عليه هذا ساير طبخته. مو ساير مو ساير. لا مو ساير مو ساير. خلاص خطوط قبل والله ما يبغى. يا شفت بطاطس ما قلت لك الشيخ قعيس القعيسان الشيخ قعيس القعيسان ولد ارجع انا من بقعيسان لعل ان شاء الله مدخال وبهالمنتج مطلع وبالحبيب القصي ما ادري وين. لا يا زين لا يا زين ما اقدر ليه ليه شيخ قعيس اتعب انا والله يا كذاب تعبت انت انت قلت قدام تتعب يا كذاب يا شيخ قعيس بعد عندك الجزر ها لا تجي تاكل. يا شيخ قعيس جيناك جيتك هدي قدي ومصلي على النبي طالب انك فيا انقلب انقلب سوي اذلف اذلف ويلي طاح انتم تاكلون وانا اروح شيخ الفلس الشيخ قعيس يمدحونها ربعه وحنا جايين يمدحونها القعصان قبيله القعاسي القعيس القعيس هالبطاطس هذا وراه يطيح يبي له غسيله عذره يبي يفك انه تبي تبي تسيه تعال تعال غسل غسله معي تعال يا رايب يلا والله كله طح والله ما اعرف اشتغل خالي ما اعرف تعال غسل غسله بس اوه خذ زيت خذ منها زيت بسرعه ليه؟ أو زيت مليان زيت يمكن أبطس ما تروشت زي التشاف صح قعيس قلنا شيخ ما قلنا سامج والله أنا بسمج عكي تبون هاللون أهلا وسهلا ما تبون من قالكم تصير أخوي لون أسود ولا أبيض من قالكم تصير أخوي كل أخوياي 24 لا والله هلا يا مرحبا وسهلا طيب اسمعوا شيخ قعيس هاكل مايونيز وكاتشب مايونيز كشتب كشتب مايونيز يا ربي لك الحمد مايونيز ووو عنكم مزاجي ما في شيء ياكل ما دون الطماط وين ها هذا عددكم هذا قعيس ها عددكم هذا قعيس تاكلون الاخضر واليابس هناك كل بس ما تاكلون جزر هناك جزر ليش؟ عندنا راجل. لا. ها جاء من ذوق. لا ابغى شيء يابس. ترى هنا صوص. صوص ولا دجاجة؟ ما ادري ايش سماجة. تسمونها كذا. صغير في النصوص اعداد رايد يا اخي يلا الله يرفع المقدارة حاسب بدي اسلم ها؟ الحمد لله اللهم لك الحمد لكن ما اكل انا خلي خلينا ابطل بيض الله وجهه ما شاير تطبخ تاكلون سمك وتشرتون بطاطس كبسه بطننا ولا بطنك يا ام حد يلا ما في عصير ما في عصير وكاتشب يا عيال ودي اسوي لكم طبق ثاني بس المشكله ما في سوي له طبق كبسه لا ما في غيره طبق كبسه لا غيره ما في ما في وين شرب ساعتك عطى عطى مكونات انا اسوي لك ها انا توهقت والله توهقت والله قلت اسمع كبسه ما وين ابي معجون طماطم طب شاركنا بعد الكبسه هذا عندك هنا برميل كامل محمد ثلاث سمك
وجيت باكل انا ما اكل السمك انا ما اكل دقيقه وكلت خس قل لك كبسه سايره قل له جبن جبن كبسه سايره اديها وجبن تم شريت لك كبسه اعطيتها جبنه في ذمتك لا اعطيتك جبن اعطيتك قشطه ماكل اي جانا ناصر بامي ومحسن وكله ماكل اي تن سكير انا ما تغديت انت تغديت ما تغديت انا على لحم ما تاكل ما عرفت ايش تبي عاد ثاني يا محمد ها؟ احنا ما تردينا انت يغدونك ذوق يا جميل ليه ليه قاسي محمد حالي صدق والله كبساتنا مساير ما حد ياكل معنا ذيب يمكن ما ياكل معنا يمكن ياكل معنا ذيب لا 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 ما اكل مع نقعيس ذيب اربع يا زين عاد صار اي والله لكن رقع يا عيال ابي معجون طماط دوروا لي خذوا العيال دوروا لي معجون طماط ها وين انا جيب لي معجون طماط كاتشب مو كاتشب معجون طماط طيب جيبوا لي تكفون جيبوا لي برا ها اي والله تعال يا رايل تعال كم اخذوا عيال اديب بعدي بكده شاير يا ما اعرف اشتغل انا 2-8 هذا تعال ايه هنا ترى طفي الكهرباء يبين نجيبه هو هات هات اشتبه يا سعد يلا جدي شبي هذا يلا اخلص ولد ولد خلاص خلص اصبر ساير مو صيني كود انجل رجل مسحك محمد حافي كود يقول بسرعه وش بسرعه تعال ابيك سرعه ها يلا امشي عجل يا رجال ها يا رجال بس خلاص يعطيك العافيه طارده يعني ايوه طيب سامج ساير ما لقيت ساير ما لقيت اهلا وسهلا اهلا وسهلا يا باب يلا يا مسهل الله يبقيك يلا حيو تعال اجلس في الجلد ما شاء الله تبارك الله ولا احد عزمني لكني بدخل انا عزمك ما شاء الله تبارك الله يوفقنا ويا ايش تسوي كبسه ها كيف الله يوفقك ان شاء الله لا يا عمري انا سايد دايم استاهل سايد وين الـ 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 الكاميرا يا حبيبي والله حرام ترم لحطه في المسبح ايش ارجع وراك تعال لا انت ولا هو انا باخذها تعال يا رايد محمد تعال وين الكاميرا هذه حبيبنا ايش السالفه هذه يا سلام يقول اجتهد واصيب لو الخط معكوس وان ايش يقول اجتهد واصيب اجتهد واصيب لو الخط معكوس والخطا وارد ونخطيت ماني نبي في بس خطا بسيط في القرعه تعال انت لا اخذك قالك تعال انت حد تعال يا رايد انت والله لذيذ لا يطيح هذا اسمع هاي محمد تعال اول والله انا يا رجل خلاص الرجل عنده سالفه قبل شويه سوينا قرعه حلوين وطلع عبد الله العساف وحسن الدوسري قبلك انت وهيثم عرفت وقلنا ان حسبنا ان عندهم المطبخ بكره معروفهم عرفتهم طلعوا بعد بكره يوم الخميس فلهذا اللي بيكون معنا ان شاء الله بكره في المطبخ عبد الله العساف وحسن الدوسري ونوار ونوار الدوسري ومحمد الصقري حلو باذن الله يوم ايش بكره بس بكره على طول يوم الربوع بكره ان شاء الله بكره ثلاثه بكره معنا هذول الاربع ها بكم انا الاربعه هذول شلبا العوض ان شاء الله يا ساير مره ثانيه طب اسمع اللي بالعزل اهم شيء يحرص عليه من هو بالعزل يا طول عمر السلامه خلنا بنشوف من اول واحد اختار اول واحد طلع في القرعه مين تذكرونه اخر واحد طلع عبد الله السالف واحد هيثم لا اخر واحد قرع بالطلع بالقرعه اللي انت سويتوها على كلامه عبد الله السالف اذا هو بالقرعه طيب اذا هو عبد الله السالف اخر واحد هو اللي بيكون في العزل ها
خلاص واحنا عاد بنراجع وبنتاكد بكره ان شاء الله بنعطيكم اللي في العزل. خلاص بس لو حنا نتغدى قهوه معكم شاهي. طيب مين سلاح يا دوك؟ بجيبك شاي. شاي شاي قهوه. بجيب شاي بجيب شاي. تعال تعال ما شاء الله اجواء عندكم طيبه هنا. يلا حي عز يلا حيو. الله يبقيك ويعافيك. نبي لك مثلكم كمسة يا عز. يا مرحبا. كفو والله كفو. تعال يا رايد. تعال رايد. تعال يا ذيب. ايش اللبس السوداني والحركات؟ ايش البيت حاج؟ ايش اللبس السوداني هذا والحركات؟ محمد محمد الله يبقيك. في مويه هنا محمد. هذا كان له ذكريات والله. ايوه ها عندكم هون دايري مثل كانت موجود. كانت له ذكريات جميله يا عزوز. عز الحق كانت النبي معجون طماط اذا عندكم داخل تسلونا ما في هنا. ابشر بالسعد يا حبيبي زيدان. اذا في معجون طماط هي في هنا الجركن ما لقيت. ما هو شطه وكاتشب هذا يا حبيبي. ترى هناك اعداد ما هو ب تموينات بقاله. بس ما اسمع اذا عندكم شيء هناك في الغرف. تكفى تكفى يا عز احنا بوجهك. حط كاتشب كاتشب انه هو الشباب ولا ارسل اي واحد. ايش الصوص ولا الكاتشب كل الطماط ولا حطوا كاتشب وطماط تمشي صح؟ هنا هي ما يضبط ما يضبط. الله يلا واتساب ابليس. يلا حي النشامه. علومكم طول عمرك. كيف الحياه معكم هنا؟ الحمد لله حياتك تمشي. الحياه جميله. وين كان الريالتي حقكم؟ ورا مسنا تمشي حياتك. الله يوفقك. ايش تقول انت؟ ترى ما سمعتك زين. وعلومك يلا حي. الله يبقيك طول عمرك. يا هلا ومرحبا. يلا حي الشيخ عبد العزيز. الريالتي حقكم وين كان عبد العزيز؟ والله ان ما له مجال. يا اخي عادني بروح اسماعيليه الخلطة السائرية. كفو والله. أعطيك موتري؟ لا بيض الله. أعطيك موتري. خلني أخذني معك. أعطيك موتري وروح. بيض الله. كلي تحت أمك أنا. أخذك معي. لا أعطيك مفتاح الموتر. ترى بيع معي. تبي؟ والله العظيم. لا بيض الله وجهي. بيض الله وجهي. شايف راسي يا ولد شايف راسي. والله أن عيوني ذك. الله يسلمك. محمد معين. محمد جعلك لك السكري. وين الشاي؟ وين القهوة؟ وين يا أخي؟ عبد العزيز. بدر تكفى بدر. كنتم مشاركين متى بديت البداية الفعلية؟ قبل الموية اللي تفوت. اللي وين؟ متى بديتوا يعني تسجلون؟ مويه ما طولنا طيب. تقريبا نفس وضعكم قبل في جروب الواتساب. بعدين خلاص انت ترى تيقن انه 3 شهور انك تبقى مع الشباب هذا. يعني لازم انك تنسجم معهم وتدخل معهم في نفس المود. صح. عشان ايش؟ يطلع البرنامج بالصوره المطلوبه على الشاشه. بس يا اخي في شيء غريب. وشو؟ الحين لما كان جرحت ما يلتم الجرح على طول. ليش؟ في ذي المنتجع. والله انا صدق يا عبد العزيز. كيف اذا انجرح؟ اذا انشرح اجا فيك جرح يقعد فيك لين ما ادري متى لنهايه البرنامج. احنا ما وصلنا لنهايه البرنامج. والله شوف اما الطب ما والله انا صدق خلي الوضع طبيعي. قول والله يا اخوك ما ادري ايش ممكن عرفت. اي سبحان من هيله. يا ولد تراني منشد ماني طبيب. يا ايش ايش ذا السؤال؟ والله انا صدق عبد العزيز شفت الجرح ذا اللي كبر. والله اذا جاك دكتور فيني اكثر من 3 اسابيع. ايوه 6 كذا. والله ما ايش حبيبي منيب ترى والله صدق نازل. يقول حبيبنا منيب ممكن العامل النفسي والتوتر له دور. يمكن ممكن. وعاد منيب ما يحتاج انسان يعني الله الله فاتح عليه وصحيح القراءه وكذا مثقف. قعدنا اكثر من شهر حتى الشجر انسجمنا معه. منه لازم ما معك الا هذا المحل. ها لكن انتم قدموا اللي عندكم. هذه وش الجلسه اللي هنا؟ هذه طول العمر الجلسه للنشامه. من جانا حيها الله يقعد فيها. كوفو. تغيير لوكيشن بدها القوم الضيفان. ها الله الله على الدرب من جاء ريح فيها. اهلين يا ابو على خط الثمام. كل من جاء ريح فيها. زايد عطنا كذا حقت الطرق. والله قصيد في جديد بس انا ما بيحرقوا يا اخوي. لا تبخل علينا بالشعر. عطنا من قديم. عطنا من قديم. طيب احنا طلبناك هاب لنا بيتين كذا. اي بيتين واجد. بيتين واجد يقول تحت القلب. عطى اسمك يستاهل. يقول عطنا حقت ساهر عبد العزيز. ساهر يوم في حاي. ايه عطنا اياها. يقول فضيحة المخطين. فضيحة المخطين لو هي تحرم. تحرم لا جات من دافع غبن روح جاهر عادي جاهر به. فضيحة المخطين لو هي تحرم لا جات من دافع غبن روح جاهر. اول تجي حاي المعزز كرر. واليوم من تدخل سوق ساهر. يا سلام. انا جاي من الجوف. ايه اول ما دخلت حاي نسيت انا الشرع وصوره فانك تهب قصيده وانت باقي في الطريق. والله العظيم اني شو اسمه تعقدت انا.
المخلفات في واجب. يا سلام. والآن إذا ما عندكم خبر أن تطبق نظام الحزام الأمان على السائق والراكب. أنا لقط من ثلاث نوبات أبشرك. يعني وأنا طالع 24 ساعة. والله؟ والله والله. ليه؟ ثلاث مرات طاح المايك بسم الله عليك. ثلاث مرات لقطك ساهر. إيه اللي هذا 50 تعديت أنا على الكبري هذا. آه. ما دريت رحت مرة وحزام. المرة الثانية. وحتى الجوال. صح. ظاهر انها اذا طولت تدبل بس نسددها اول باول عشان ما ترى ولا الحين النظام تلبس الحزام لا جيب غيره يلبس الحزام والجوال والجوال اثناء القياده واللي جنبك بعد ظن واللي جنبك واذا ركبت اللي جنبك الراكب اقل من 10 سنوات يرجع ورا لا افتح الدرج الطفل الصغار له مكان يعني محدد ورا اذا ركبته قدام يلقطك ساعه طيب وهذه كلها والله ما سووها الا مصلحه الناس اكيد اكيد انا كذا الحلو والله بيني وبينك ترى يعني مهملين في الشيء ذا الواحد يركب شوف الغط شنو يبتسي بقدام مع ابوه يشغل يشغل خذ يبتسي قدام ولا ورا بيبتسي طيب شلون تقول له مكان ورا طيب احنا سيارتنا ما هي جديده ما له مكان للغط لا اذا هي غماره عاد حددك الدنيا ما هو غمار ها جيب جيب فيه كراسي محدده للصغار ما فيه الا فيه لا جيب ابوي ما ركب له ان كان يا طويل العمر السلام هذا الصوت ان كان ايش حنيته ها هذا محمد بن كعبان ونعم محمد كعبان قفل انا عارفه ونعم والله مالك زود ان كان يا طويل العمر السلام حط غماره واحده حطها في الصندوق والله هذا هذا يصير لا لا بس ما يصورك شعر هذا يلحق الشعر يوقف رتش ولده لا لا شوف هذا زين ان لحقت عليه هذا ما طر مع الهواء لا ساهر يعلمك يجيك اذا هو جيب يا طويل العمر السلام ركبه ورا فيه كراسي الظاهر تباع جاهزه للصغار ولا ركبه ورا واربط الحزام عليه يا ابن الحلال على الله يلا حي الله عز الله يوفقنا وياك الله يسلمك كيف فيك انك نورتنا تذكرت يوم اني اطبخ ايام البر وكذا الله 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 تجي الكبسه محترقه في مقاطع شفتها يمكن اي وصلتني والله عبد العزيز كان عندكم ذا المبنى ابرمها دخل ايه لبيك كان عندكم ذا المبنى خلاص خلاص حق المطبخ طيب حلو فهد المالكي طلع معنا في القرعه اذا جاء فهد المالكي اليوم اذا جاء معنا بكره ان شاء الله يكون معنا في المطبخ واذا ما جاء بيطلع المالكي بيطلع طلع ولا باقي ها مشى بنفس الليل هذا ما في مشى هذا الحركان هذا الحركان كله اثنين مشوا اسالت واحد واحد اذا فهد المالكي ما يعني جاء بكره وهو موجود يطلع المطبخ من يطلع الحركان لانه هو طلع اول واحد في القرعه مشى رجال فهد المالكي مشى ايوه بس انه 24 ساعه اذا ما جاء يبقون على حسن الدوسري والعساف اذا جاء شو اسمه ذا فهد يكون هو موجود والاول القرعه سواء حسن او العساف هو اللي يكون موجود في المطبخ العزل ايه العزل منه نبي العزل الان نبي تعلمون العزل ما ادري اما العزل والله ما ادري العزل اللي طلع اخر واحد لكن العساف. يا زيدان بس راجع المقطع وتشوف من اللي طلع اول في ال ايوه خلاص عند الاعداد واعطوا الشباب خبر في الليل عشان اذا يبغون يوصون اخوياهم يلا الله يوفقنا وياكم عطنا عطنا شيء كذا عطنا يا طول عمر السلامة شيء كذا حق الجلسات هاي ترى خلص فيها طربيات حلوة يوسف جرب طربية ايه طربية قصر الأماني كلم ذوق نبي شاي في الطلع قل له عندنا ضيف ها اجل طالع مين اشتري اسلم اسلم وانا اسلم ربيع العزاي ربيع العزاي كل واحد من الشباب يقول تسلم ولا تو حافظها متعلمها قال وش تقول انتم ربعنا قال اخوي قال نقول تسلم ولا يسلم رضي العزاي يا سلام ويتحرى واحد يقول تسلم لا يسلم لما سمعها تسلم ولا يسلم عزي الرداي عزي الرداي مو الخبصه خبص عزي الرداي والله جابوها والله قدني با قدني با وناشد بروفايلك اي كان لي برفع رجال سمعهم هنا ولا قد جابوا لك هذا الشاي كان جلت بروفايلك والله العظيم لو جبت الله وجهك عشان ايش تعال عندي سلام. عندي عندي هنا عندي 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 ارحبوا وين التمر يلا حيا يا ولد حسبك طلعت ابراهيم ها
احسبك طلعت برايد. الحين انت تفاعل ما شفتك. قلت تفاعل عليها ما تقابلتك. الله يبقيك. تبقى هوا ولا تبقى شاي؟ بارح حي الله. قابلني بشاي يبقى هوا. شاي شاي الله يبارك. طول عمرك. يلا حي. كيف الحال؟ كم قدري منك؟ اسبوعين ولا؟ اي والله اسبوعين. اشتقنا لك. كيف الحال؟ كنا اول حصلك وقت الصلاه ولا وقت لكن لا موجود. انا اصلي هنا في مسجد ثاني. الله يوفقك ان شاء الله. شلونك؟ الله يحفظك. شلونك؟ والله ابشرك طيب خير. انا ما تحب الله يعافيك. الحين بسلك القهوه تنفع مع الريق يا رجال. ما يزين اليوم الا بقهوه. ادري بس على الريق. وش قال؟ ما غدا الربع. لبيك والله. شوف غداهم الامانه والله غدا كاي. كم النسبه؟ جابوا 82. بس اي والله اعطاهم 30 من 40. الغداء كايف والله. ربيان شو اسمه ذا؟ اقول لك تعطيه شغل. المشكله عنده زمزميه. الجمهور بيتفاعل معنا ولا بعد؟ لا لا ان شاء الله بيتفاعل. بس اللي ابغاه منكم اسمع. احنا نبي نوجه على جروب رجال. سلام. نبي رجال. نبي اتصالات رجال. رضيهم لهم طبخ لهم. والله شوف هم الظاهر موجودين بس ان الظاهر منا من ضيق الوقت عرفت؟ ولا ممكن ترى في ناس يدقون. يعني انا خابر في حياتك واحد كان يدق علينا. واحد الله يستر عليه اسمه منصور القرني كان يدق علينا شبه يوميا او يوميا على المطبخ. لا لا واحد ثاني ارحب نبي يعلمنا عرفت. كان يدق علينا والله يعلمنا. ارحب بارك الله يبارك. علومك ايش الحال طيبين؟ علوم عنك اقول ورا القريه تناولها العصر. يطول عمرك. موجود نوركم الله يعزك. علوم الله يبشرك. طيب ابسخ الاربيز بس 10 ريال. اسمع اذا قالوا شيء ولا تعديل شيء خلك معنا بالريالتي. فك ابو الاربيز. فك ابو الاربيز. حجر هذا. اعطينا السلامه. احلى في السابق كان غير اسم زي عبد الله. 13 كان 13. تحسون احس بالادمان عبد الله. من 17 طيب؟ 13 17 احد التواب. يا هو عبد الله او 7 لا 13 صح 7 9 9 7 9 13 لا معاذ عبد الرحمن كان 21 او 16 16 16 دقيقه دقيقه صبروا عليه خلاص خوفتوه. خلاص والله ما سويت شيء. 16 9 تسعة. اتوقع سعد الدوسري. اتوقع ثلاثة ما لحظة كلها انا لحظة يقولون تسعة 16 14 اللي اخبره انا. شوف منير كان محسن الشهاري الظاهر. سبعة سبعة صالح الفرحان. اقول سبعة صالح الفرحان. ثمانية طيب. كيف شكله؟ كيف ليش؟ كيف شكله؟ عزوز لبيك ثمانية خشم عيونه والله اكيد عليك. سنون تو كم كان 17 18 انه 17 18 لا الظاهر او 18 19 او 16 17 والله ما ادري. خلصت السوالف يا اخي والله. يا رجال نسيت حشايب سو اذكر الارقام. كويس اني باقي اتذكر رقمي. الدناوي تروح الصناعيه. اي والله بروح الصناعيه بالله الحين. والله لا الحين في قرارات تغير. انت بكره ترى حسن ترك بكره مطبخ. نروح نغير جو ونشم ريحه حسن. يلا لك الحمد. حسن انت مطبخ بكره يا حسن. بدال الحركات حسن. كيف حالك طيب؟ تو نغير الاحوال. وانت منظم اليوم نظافه؟ لا بالعكس حسن يمثل الرجل النظيف. الصرامه دائما والحزم عندي. يكفي اني 98 في المنتجع كله يعني. هذا اكبر سبب نصف على الطاير. حق يا ابو شغله ارفع لك القبعه. لبيك اقول يكفي اني 98 على المنتجع كله. اي والله تستاهل. هذا يكفي. تستاهل الله يوفقك حبيبي. ما شاء الله ذيه لوجه هوا صرصراتي طاب. المنظم الجديد والله يا ولد صغير سديري. المشكله الجديد هذا هيثم. هذا منظم ايه يستاهل والله. البارح تحيه امس يسوي كذا. انت معطيه جاكيت حتى مشيته تغيرت. ما صار المشيه تغيرت حتى مشيته تغيرت. يا ولد يا ولد مشيته كذا عز ارحب. ايش بشت يا رجال؟ ايش بشت؟ ايش يا رجال بشت؟ عندك تسوي تجربه طيران. يلا حي مساك الخير. كيف حال؟ اذا جاء هواء عطى بس كذا. اذا شديت حيلك تطول الطرف يعني. واقلع. الناس بنفر الناس بنفر الناس. اقلع في سماء الابداع. سهل الف مبروك يا هيثم. صحة طيبة بعدين. الله يوفقك ان شاء الله. لبيك. بتونا. ما ادري عيسرك سوداء ولا لا، لكن اول ما جلست هنا وش اول جلسه تذكرتها في حياتك واحد؟ هنا؟ ايه الجلسه هذه.
اول جلسه طرت على بالك او تذكرتها؟ طبعا اما الشيلات في كل محل، قد طلعت فوق النخله وشلت شيله ما بقيت محل. كنا جالسين مره صباحيه انا وابو مسفر الله يستر عليه، كنا جالسين ايوه في المكان ذا؟ ايوه في نفس المكان. لا بس انتم ترى مكانكم يعني ارقى. حسيت روقوها احنا شخصيات مرغومه انت انتم لا ممكن احنا يعني متواضعين وكذا عرفت، يعني احنا نعيش بالاشياء اللي موجوده حولنا. المطبخ ذا كان موجود؟ لا المطبخ ما كان، ما كان فيه ترى، ما كان فيه شيء، كانت الخيمه هنا بس. وين المطبخ كان؟ المطبخ كان داخل ال عند الكافي اللي مفتحوه، هو اللي في الزاويه صح؟ اللي في الزاويه كان اكلكم فلوس ولا اكلنا؟ يلا لك الحمد بلاش بلاش نعم. من عميل انت بخاطر ما خليت هذا شيء. الموقف اللي حصل وانا هنا الموقف اللي حصل وانا هنا كمل يا عيال جواب. انا وفيصل بن قربه اللي كان معنا الظاهر انه اسماعيل ولا والله ما ادري من هو. قلت لك جالس انا مكان محسن ولا يقول عليه بشر قوتي. وفيصل بن قربه جالس يطبخ عرفت، يبغى يسوي قرصان جبنه بر و... الظاهر ان اللي حق الغاز تسرب منه غاز عرفت. وانا جالس محل محسن وفيصل جالس هنا شوي الا اترى النار شمت ريحه الغاز شوي عرفت اللي قدني بقوم ابو شوي وانقز. فيصل من قربه حرامك 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 احترق انا صاحي. هذا الواقف اللي ما انساه هنا ابغى تحترق. هو جالس من الصوت كنا جالسين نظبط فطورنا في الصباح تحرك انت ما تصاحي وقفل ذا صح انا بس ابغى تحترق. تخيل انا من الديفور ديفور الحين الدافور اسمع ديفور دافور. تخيل قد الحين ينفجر الله يكفيك ترى سواقي هنا واجد السرجة واللي هناك الجو نفضل كذا هناك. بيفتحون لكم متى؟ ما ادري اقول شكل منيتك جبل كذا شو مخطط عليه والله يكفانا الشيء انا شوف انا قد كتضرب اني اطلع من كل شيء تدري والله اني قد طلعت جبني في السياره كلمني زيدان قال تعال تعال ارجع في اشياء انا ما اعدلها ما تدري لعل الله بعد ذلك امره لا لا الله يقول انت اجل عمرك طويل طبعا والله ننبسط الله يجعلنا نستاهل مو معلمك كيف احنا نشوفك ترى من ورا الشاشات قبل تخيل انت جنبي انا مواصطه الله يطول عمرك شايف روحك علينا برا سبحان الله جيت صرت جنبي يا الله شوف الدنيا دول يا اخي والله بس والله انك انك اسم ولا اكثر من الشباب اللي يطلعوا من حياتك انك شخص مبدع الله يعزك فعلا قدمت رساله قدمت ماده عن برامج التواصل والله فداك وكلامكم دا والله انه وسام غير اللي طلع اللي طلع ولا قدم يعني شيء فيهم الخير بركه ان شاء الله انهم بيقدمون وكلامكم دا اللي اشوفه وكلامكم الطيب والله انه وسام على صدري وتاج على راسي الله يوفقك انا يطول عمر السلامه اذا دخلت المطبخ وشفت الناس اللي معي وعاشوا الفقرة ومبسوطين وكل شيء الوضع معهم كويس الإعداد الأسئلة الأخذ والعطاء معهم جدا مناسب وأشوف الله مقاطعكم اللي تقولونها عسى الله يجعلنا قد الهقوة الله يسر أمرك يجعلنا قد الهقوة. أنا شفت والله المقاطع اللي تكلمون فيها وداخل هنقر عسى الله يجملنا وياكم ونقدم الشيء اللي يجملنا معكم الله يوفقك عسى الله يوفقك لبيك حق أنت وسرور الروقي أيوة بصير صديق عطني رقم والله انه يشرفني والله في ذمه انه يشرفني لبيك لما تقول على الغامدي قصه المقطع طالع البارح قصه بروفايل لا يا علي الغامدي ركز انا قص المقطع من هنا يعني تبدا بعد ما اتكلم انا عشان كذا تثبت الجمهور انك خلاص يعني لا قص يعني قص كلمه اني انا قلت لا على انك انت كنت مركز عرفت وقصيت انا اعطيك تنبيه اقول قص المقطع من هنا وسكت عشان تقص المقطع طلعني معك يعني انا اللي اعد فقرتكم عز سو كذا لا يمكن غطى هو سمعت عبد العزيز طبعا هو علي الغامدي قال امس في تويتر قال ابواك في الكوشر نوم كرفجروم دبيت يعني الحين ها دبيت الحين على الغامدي انا والله مثلك ما اعرف جلست اضحك 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 يا ولد فانا جالس انتظر علي الغامدي هنا عشان نواجهه في الكوشر نوم من الحين ما اعرف اسمه انا عد الحين كرفجروم نفس الحال اهلا وسهلا والله نفسك انا هنا عليك وعلي طقطق عليك حتى وانا طالع والله ابشرك اني من يوم دخلت الى الان ما ادري اعرف لك كيف شرنو
هذا اللي اعرفه. الله يسعدك. كم مره دخلت الروك؟ على مبروك. عبيك كم الروك؟ اقول المقطع اللي شفته انت صور الروكي. اي واحد؟ الشيله. عليك بما انك قايد. سمع لهم راجعين احنا من الاستوديو يا ولد. وين راجعين من الاستوديو؟ استوديو حلو. واسمعها انا و تبشر انت بعد البرنامج. ترى انا نزلتها في شهر 7 في نص شهر 7 احنا صورناها انا وسرور بعد البرنامج. نعم نعم سلطنة بعد البرنامج صورناها في سيارة. ها؟ في سيارة؟ في سيارة. هذا بعد البرنامج. هذا بعد البرنامج. اي بعد البرنامج. انا نزلت في نص شهر 7 انت متى طلعتوا؟ الظاهر اني نزلتها بعد البرنامج اذا ما خاب ظني في رمضان. لا بعد بأسبوعين أو بعدها شهر أو أقرب ولا أقرب. الظاهر إحنا ما طولنا أول ما طلعنا البرنامج قابلت سرور وخلاص صورتها. هذا يضل الله يجزيك. وجهك أبيض ابداعك يا حبيب عيني. احنا سمعتك كويس. الجلسة ذي يبغى لها شيء حماسي كذا يا رب. والله أنا معيض ليتي منشد أنا. اسمع اسمع. هذا شيء أنا متشدي مع هجوش يلا. عطوا اسبكر يا جماعة يستاهل. عطنا سبكر بس عطني كلمة وبعدها انا لازم سبكر كلماتها لو سمحت يا عبد العزيز بعدها انا لازم سبكر نبشر بالساعة نعم. انا نشعل خلاص نسمع الربع اللي هنا يقولون شيء ولا شيء احطها في العزيز سبيكرات يا منير ممنوع يعني نعيش الريتي ها نعيش الريتي اسلم اسلم سبكر احنا ما نبي نسمع من احد من نسمع منك انت اسلم فهد المالكي اذا جاء بكره بيكون في العزل يا سلام فهد المالكي بالعزل لا 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 ما هو ما لا لا اذا جاء فهد يكون في العزل طيب واذا ما جاء عبد الله السلام يكون بدال فهد الحركان هاي طيب نقدر ندخل احد طيب صلوا على النبي يقولوا لا اله الا الله حق الحين فهد المالكي اذا جاء بكره يجي في العزل لانه هو الواحد اللي بعده اللي طلع بعد فهد المالكي هيثم هيثم بيطلع بعد هيثم تكون في تطلع المطبخ بكرة انت تطلع انت لا لا بدال فهد الحركان بتكون بكره ان شاء الله مطبخ ايوه لا مو مطبخ عزل العزل احنا مش في العزل عز عزل ولا مطبخ عزل عزل في العزل صار عندي يا زيدان الاسبوع الاولى مختبص الاوضاع عندها اي والله الله كريم اذا جاء بكره فهد المالكي بيكون في المطبخ وانت هيثم بتكون في العزل المجموعه الثانيه حلو فضل الله فضل من الله نعم والله يعينكم ان شاء الله اذا ما جاء فهد المالكي اذا جاء بكره هيثم في المطبخ انا بالمطبخ اذا جاء فهد المالكي هيثم بالمطبخ اذا ما جاء فهد المالكي انت بتكون بالعزل وحسن بيكون في المطبخ وعبد الله العساف عبد الله العساف طلع بعد هيثم ومن يوم الخميس ايه راجعوها على الهاشتاج وراجعوها على اليوتيوب لا انا شمتها انا والله ما ادري متى اذا استجد شيء بنبلغ كذا احنا صحيحين الظهر نرتبها من الظهر هو على كل حال بيجيكم الخبر الاكيد الليله من اعداد اللي بيكون بكره موجود ان شاء الله يوفقنا وياك شاي شاي عطنا ايش كنا فيه لبيك ايش تبغى؟ سجل معي ورشه فهد المالكي كيف يرجع الاتصالات؟ من؟ غدي ارحبوا يا عيال كذا كذا كان داخل الصراع يا عيال الله يبقيك الله يعزك يومك يا حبيب عيني تعال تعال سجل معي ولا عيال تعال بدينا حفره؟ ما في شيء يا وضع ريرك عادي يعني حفره الايام رجلنا بطل متفاعل بطل متفاعل لبيك الحين اطلع لك بس ان الرسائل واجده هنا ما في سجل مع الهجوس؟ الله يخليك طيب ساير انت تطالع في جوالي ما يطالع يا رجال انه يطالع في الكوب ذا يقول كيف ورق ولا قزاز التمر تمر ان شاء الله ان شاء الله انك تضيع جوالك طيب يا اخي والله ما ادري فيني ضيعته لكني بعرف ابحث في جوجل 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 شوف الدنيا عشان انا اعرف كيف سجل مع الهادي طبيعه بموت ما ادري ما يستعنها انا اشكي على الخلاق اشكي على الخلاق وارفع له يدي الخلاق وارفع له يدي قلت له الافكار يفك منها الله هذا يلا الكرم قدامك طيب يلا سجه مع الهجوس طبيعه بموت ما جست عنها اشكي على الخلاق وارفع له يدي لا كثرة الأفكار يفك منها أما الكرم قد فاز بحاتم الطي ها
حتى الفرس مشان ضيفة طعنها خلوني يكرم في حياتي وانا حي لا مت مدري جثتي من دفنها يا جاهل الدنيا تراهاكم الفي يا مخبل اللي في حياته ومنها إن حرت القامة تروح وجي يا سلام مثل الدلول اللي طويلة غسنها سجاه مع الهجوس طبيعة اللي طبيعة بموت ما جست عنها اشكي على الخلاق لبيك شوي يا اخوي ما سمعتك ترى يقول سعود السري طلب خاص العتمات والله ماني حافظها واجد العتمات ايش يقول لبيك لبيك يمنع نبي كرت تشل حالك يا ريت اخوان مش قاعد عطوه عشان ما اسمع الصوت يا طيب نعيش تفاصيل الصوت صوت جديد ثاني ها؟ اي والله يا اخي زين لا والله اني اصواتكم اللي تجيبوا خشونه في الرقص لا والله اني اتشرف والله ما طلبنا رايك يا محمد لبيك ما طلب تراي بس والله ما طلبنا رايك ما اصواتك والله لازم انك تحترم وجهه نظري ما طلبت صوتي راح ناخذ ويسوي صوت انا منكم فيك شلنا ثلاثه شلنا ثلاثه شلنا اربعه لا مو حز يا اخي اصواتكم تجيب الخشونه في الرقص اقول لك ما بعد 37 يوم احنا نسمع اصواتك والله يا اخي خلوني اصالحكم في حاجه انا احب الشمالين هذول او اهل قصيم وشمر اذا عصر والله اني وليد الشمري كان اذا فصل اني انبسط احاول اني يعني اخليه لين يفصل يعصب عشان كلامه الفخم يا اخي هويسي ايش روحك هويسي يا اخي فخمه يا اخي شفت هذه انا اسويها في رايد الحين والله والله رايد يا اخي كلامه مجيب العاد انا ما ينطلق حتى اهل قصيم انا كلامي ما ينطلق اذا قابلت واحد شمري معي لا انا احب اذا وليد شمري يتخاصم مع احد ولا يخاصمني يا ولد انبسط اول مره احد يخاصمني وانا احب اسمع صوتك الله يطول عمرك يلا عطنا الله يطول عمرك احرجتنا يا طيب رايد الشمري ومعصب ما قد والله يقول له سمعت رايد الشمري ومعصب تنسى وليد اي والله جيبوا لي رايد الشمري خلني اعصب لا لا خلاص خليه يقعد يا اخي بس ترى الشكل له دور سايف بيفصل علي وبالشنب والعارض لا لا زبط ايه باختل لكن وليد كان شوي هشوه ها ايوه هشوه الا والله النار خلنا نسمع خلنا نسمع طفة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والله أنا واحد إذا طلب منها تضيع كلها حبيبي أبو نهار لكن نعطيكم أي شيء متى أعطيكم الشيء اللي له ذكرى دائم بهذا المكان الله طبعا هو جنوبي أطرق الساعة الله يبارك فيك يقول لا يا لا 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 من رأس منع وسيال سلام لك من تنوم مثل المطر في دقوله من رأس منع وسيال يا لا 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 فارس ورامي وخيال يا كم نشافت نوما من الرجال الدواهي فارس ورامي وخيال سلام يا سلام يا بس وسلمت الله يطول عمرك في احدى ثانيه ايش يقول اخذني ضيمك وموتك ياو دائما يقولها كم شاقني صوتك ليتني شربك وقوتك يا دوى الليل ومراده يا دوى الليل ومراده والله لو خيروا عيني عنك ما شيء يرضيني غير قربك يناديني يا دوى الليل ومراده يا دوى الليل ومراده صوتك يا
قدر الله. ما اعرفها والله. اقول انا تعرفها. الحمد لله انك مشارك مع نسختها كسرت عقوب على المشي دي. لا والله اني 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 انا لا عشان طالع اقول لا لا حبيبي ترى محمد والرجال ترى بيطلع بيروح ما سمع الرجال ما جالس مريم والله صح يا حسين ابو محمد هل ما نجي الا من بعد ابو سعيد لا في الطيب ولا في الصوت ولا شيء ابدا 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 ابي خمس مباريات بعد افتر ويدور بعد انا في ذا الموقف انا في ذا المحل انا اقول لكم لا والله لا لا ما نجي الا من بعد كيف تواضع كيف تواضع لا والله يا الربع انكم اطيب يا طول عمر الشراب لا في العلم الغانم ولا في الابداع عشان الله يوفقنا وياك ما اطربنا الا انت لا ما انك تقعد الله يعزك تكسر والله تكسر تكسر لا لا اسمع اعلمك شو اكسر يعني عز ما شاء الله عليه منشد متمكن حافظ اكثر من قصيده ينشدها مو قصيده واحده يعيدها يعيدها عرفت لا مو بيعيدها يعيدها 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 احنا 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 شايف انا ومحمد لا لا ما انا ما طف رايح بس والله على كثر الدفات من الدور والبنات يا ابوي ما سمعني لا تكلمني معليش معليش حبيبي نسوي تغيرون القصيده والكش عاده عز نبي نسوي حاجه عز الله يبقيه مرحبا الحمد لله سلامة سلمك كيف الحال عافيك كيف الحال طيب شنا عنك كيف الحال جاك الله الله يطول عمرك زين يا مرحبا بجاد حسن وزيت وزيت بس تكفى وزا محسن اسمع اسمع صديقي محسن لا حد يقرب لا الرجال يختي انا من يوم لا حد يقرب الرجال وزا وزا كيف وزا عبن لازم لازم يا حيل وراي شوف طيبين شنو عنك شوف قاعد عندك العساف اقول صل على النبي محسن وزا اللي فوق اسمع اسمع اللي فوق العساف من يوم سكر ورقه يعرف وش الورقه وانا 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 اسمع اللي فوق سعيد لا معليش ترى لا لا يا ابو خلاص مره تسمعك ابو محمد ترى هذا اللي عندك خاطر عشان عشان عبد العزيز خط طلابي عشان عبد العزيز عليك زود عشان عبد العزيز مرحبا مالك زود نفس عين ما قلت لي فوجي وسعد فوجي والله والله بس طلع بدا فوجي هنا الله نشكر عز لبيك يا عز اسمع اسمع في واحد من الليجون في صباح حياتك اسمه عزوز عزوز ثامر هذا طباخ على كيف كيفك سلام فبنسوي طال عمرك لنا يوم ليله هنا الاسبوع ذا ان شاء الله نبي نجيب ذبيحتين نبي نجيب ذبيحتين ونبيك تجي معهم والله اني والله. انا لو ما كان عندي ظرف في الجنوب اسمع. اني بكون متواجد معكم في الريلتي يشهد الله اني اتابعكم الاسبوع الاسبوع ذا وانت موجود ان شاء الله في الليل في الريلتي اي باذن الواحد الاحد في الليل نبيهم هو بيطبخ لنا انا كلمتهم اليوم قالوا ما عندنا مشكله لا بد والله جبت الفكرة لهم وقالوا بي خلاص ابشروا ابشروا متى هو يوم ايش هو ما ادري عاد بنسق له الاسبوع ذا يوم ايش نبي نجيب ذبيحتين ونجيب الشيبان كلهم ذول اللي يجون هنا الاسبوع ذا يوم ايش والله جلساتهم تفتح الناس هو يوم الخميس كأني في ذاك يوم الخميس ولا الجمعة ما ادري ادري هو ما مو بالوكند احنا نبيها بالوكند نبيها بالاسبوع ذا الوكند كله والله وكند احس انها كلها ازمة والله ما الوكند البيك سمعت شيلة مارس الاحباب ولا ما سمعت والله نسمع ندق عليك يعني اضرب عليها شايك فيها من قوة الطرف اللي اناشد الكنترول يشغلون الحين دقيقة بس اسالك سؤال وش احسن ايش رايك بالصوت؟ صراحة الصوت افضل من الكلمات صوت ايش؟ صراحة ها؟ بالنسبة لينا ايه صوت اغطى الكلمات بالله عز خلينا نسمعها اسمع 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 لا 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 الكلمات ما طالع الصوت اي والله بالنسبه 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 لي انا يعني الكلمات رفعت الشله شوي الكلمات رفعت الشله شوي لا 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 حق عبد العزيز صار عني الرجال ما دحني يقول بيصير صديق ما تبغى امدح لا والله لا والله صل عني قول لا اله الا الله ايش في بعض الشلات اللي في السوق موجوده يا اما اللحن يشيل القصيدة ولا القصيدة تشيل اللحن صدق بعضهم والله يجيك القصيدة كفو لكن اللحن ماش بعضهم يجيك ال ال الشيلة أنا إيش قلت أول مرة قلت القصيدة كفو واللحن ماش الحين اللحن كفو المنشد كفو والقصيدة كفو خلاص لك عليها بس في عملكم ذا انا اشهد ان اجتمعت الاثنين الكلمات الجزله والصوت الفخ كله الله يسعدك اهم شيء انه نزل واحد مواصل احباب نزل بسرعه نزل تكفو شغل يا حبيب منيب اقدح يا منيب ما في اي تجاوب لا شغل.
تفيق لا تكبر الهقوات في راس جلمة آل جودي هذا على نفس الطريق واكبر مشاغله مساريح غنمة لا يغرك المظهر لو الظاهر رقيق تعرف الرجال بتعرف الرجال من منطق فمه يا سيدي يا سيد الراقي يا ذو فكر عميق لا جاء كبر الهقوات حاول تستفيق لا تكبر الهقوات في راس جلمة هل جودي هذا على نفس الطريق واكبر مشاغله مسارح غنمة لا يغرك المظهر لا والظهر رقيق بتعرف الرجال من منطق فمه يا سيد الرقي يا ذو فكر عميق لا جاك من يضمن نجاحه اسمه لا يبني يا يكمل ما بنا روح اهدمه خلى الكبود من غيظه تولع حريق لا يرفع على الضار من روس قدمه طبع الردي من فعلة الطايق يضيق والياسم طير كفوته كسمه وين الرفيق اللي يعدونه الرفيق اللي يقدف الليالي المظلمه ما يسمع القوله ولا فينا يطيق ويجيك فازع هذا الرفيق اللي يعد أهلي شقيق على الحرام إني بروحي أخدمه يجعلني مجرح على الدنيا صديق يجعلني لحتجت محتاج رخمه يجعلني مجرح على الدنيا صديق يجعلني لحتجت محتاج رخمه يجعلني لحتجت محتاج رخمه سلام صوتك صح بدنك يا حبايبنا الله يبيض وجيهكم جم الحال وين رايح وين جلس على راسي جاني والله ابدا اسمعنا من عاد عندي وقت والله انكم على خشم تبشرون نادي عشك رجال 10 ريال والله ابشر بس ترى اقرب لي سعيد نبي نعزم ان شاء الله في جلسه الشيبان لليوم ابشروا بس نحددها الاسبوع امانه تجي امانه تجي وقت يا طال عمرك ابشر بالحق الله ابشر انا موجود كل يوم هنا معك مشيت يا حبيب منيب جيتك حاب الرجال طلاب حق ان كان له حق اعطيناه وان كان عليه حق خذناه الاسبكر كان شغال داخل اي اسمع الصوت اي شغال اسبكر شغال عندكم شغال ها حلي طلابين حق حين جينا يطلعوا سلام سلام من اول يوم الجاي انا جايك حاب لا لا والله اني جايك حاب لا لا معذور معذور يا ابو منصور ابشر بالعوض يا طويل العمر خلاص خلاص احنا عزمنا لنا الليله هنا يا ابو منصور يجي بالليل مع جلسه الشيبان يبيع في وقت شغلها يا حبيب عيني كان في وقت هذا محله لا اليومين ذا اللي ان شاء الله مرتبه بس مع الاداره فيه اه مهر ابشر بالعوض يا طويل العمر السلام يا بشغلها هنا المغرب والله شغلها ولا يشغلونها لهم الليله والله العوض والله شغلك ابشر والله بالسعد جاك شو اسمه الله يعين عن الشيطان كنت ابغى اقول شيء انا ايش هو شكرا لك ابو سعيد عسى الله يجمل حالكم تشرفنا بكم لو في فرصه ولا في وقت شهد الله اني بجلس معكم لكن والله عسى الله يوفقنا وياكم محمد تجين نبغى نعطيها جعل ما يبطل صدقنا الرخاء جعلها بيت عزيزنا الجنا جعلوا ما لا سلامونا صحا Love.
روح عيالي روح ساعه حارس البستان بالله اسكني اذا الهدايا بالخط الطويل حارس البستان بالله اسكني اذا الهدايا بالخط الطويل جعل ما يبطن صدقا الرخاء جعلهم بيضة عزيزين الجناب جعلهم والله العظيم قسم بالله ان حتى انا تغد معنا كل شيء بكل شيء والله اني تغديت عند الشباب من اللي كان بندر ابو زيد والله تغديت ان طبخ يعطيك العافيه الله يستاهل الله يسلم يا مطبخ اسبوع ذا جالس على كبوت يا ابو زيد على قبل ما مثل العشاء على قبل مثل العشاء يعني والله داخل جالس على كبوت على عدقو يا ولد يا ولد غادي كوشنا الله يستر اموركم الله يوفقك والله اقول كل يوم اقول مطبخ تك معنا والله اجر السعد لكن عاد وراي زي ما قلت لكم صناعيه شهد الله الله يستر الله يجينا وياكم سلم على موفق الشباب الله يستر تبغاني سلم على كعبان تبغاني فلوس سعيد ما في سلم على كعبان اهم شيء ابشر بس سعد ابو سلم يا ابو سعيد الله يحفظ الوجيه جيك الله يجيك يا الله يجيك يا الله لا بس بركب الغطي هذا خلي راح خليه يتقلقل صح انا غدا غير باذن شو نسوي عاد زيد مزعه فزعه مزعه اي خليك شخص بروح عدنا انا كشخ ما شاء الله تبارك الله رايح صاله الطعام صاله الافراح صاله الافراح حبيبي بالعكس علي يا محسن شوي محسن محسن ولا خله 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 نار كويس رايح اجمعين احفظك الله يستر عليك وعدنا بكره بس ايه مايكك هو الثاني الله 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 يا حبايب نود هبي على القصمان عظيم من كثر الفقاطر ما ادري شو اللي لنا وش اللي لي علينا شو اسمه ودنا نرتب كذا هذا يقول محمد الحارث يمس تدري ايه ها تدري المفروض الاغراض اللي قلت لك عنها اللي مع بعض ايه المفروض توصل امس ايوه بس اني انشغلت في الموضوع وما تيسرت الاغراض اتوقع انها موجوده ان شاء الله انها موجوده اذا صارت ممكن نطبقها اليوم حلو ابد انا معك قلبا وقالبا طيب ننتظر ولا بتروحون تصلون ولا شو بدكم ابتدينا نسولف على بال باذن كم باقي على الاذان؟ ما باقي على الاذان الا 10 دقائق اقل اولو يوه بوي وش فيك انه مر اعصار هنا؟ إيه ليه مفسخين الجو خلنا نرتبها و سم وين؟ هذا يبي له نجيب لنا حصى هنا طال عمرك لو عندك شيء مهم اكتبه عشان ايه طيب مش موجود اللي قال عادي خذ له كلمه ولا حل بس خي بدر السديريات اول مره اشوف نظافه وسديريتها وسخه كيف تبيني انظف سؤال والله شو اسوي في النظيف اللي كان قبلي يبي له مو بغسيل والله شو تسوي ترى والله صدق ترى محسوبه عليكم والله ادري كيف تمرونه بال شو اسمه وتاتيني بفعل شو اسمه اخي مشكلتي الامثال انا اعرف امثال لكن ما اعرف احفظها أتنهى عن خلق وتأتي بمثله عار عليك إذا فعلت عظيم أيوة هذه هي بيت شعر أصلا ما هي مثل إيه زين أنت لا شعر ولا أحكام أنا مشكلتي ما حفظ شلون كذا يعني إحنا نقدر نرتب وهي بتطيح
لا خله 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 بيجي لها يوم. رايك كذا؟ هيا هيا. بروح مع الحبيب ذا. مع هيثم؟ انت اسمع. بتجهز الصلاة. انت متوضي؟ ها؟ انت متوضي؟ انا متوضي بس نشوف. حلو نشوف. هذا اللي ما عنده سالفة والله. هذا اللي ما عنده سالفة. مرة ثانية. خلاص بجيك بعديك بعد العشاء اوكي؟ يلا يلا ما في مشكلة. الا اذا ما جهزت اللي قلت. طيب كلم. الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب العالمين
وما يدريك لعل الساعة قريب يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق إلا أن ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز من كان يريد حرث الآخرة نزد له من حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤتي منها وما له في الآخرة من نصيب أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وأن الظالمين لهم عذاب أليم ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهم واقعون بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير ذلك الذي يبشر الله عباد الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنة إن الله غفور شكور أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشأ الله يختم على قلبكم ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله استوى تراص سد الخلل استوى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله لا إله إلا
الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. تبارك الله الملك لا اله الا الله. كبسة خلصت. أنت أعلى قدر. ها؟ من أحمد؟ موجود الغداء الغداء يبي خالص بس عاد خايفين يدخل علينا الدكتور. اسمع رايد يا رايد رايد شي يا حبيبي جيب لي الصحن عشان اغرف الرز. الصحن داخل بالثلاجة غسالة بالمطبخ غسالة ثلاجة ومطبخ. اليوم ما هو الدكتور اليوم صح؟ اليوم ما هو الدكتور انا وين اصحى؟ لا دكتور انا الحين بيجي وين اصحى؟ جوا نظفه وجيب لي صحن حديد بلاستيك خشب قزاز اي شيء نقول لا ما نقول لا ناكله. الله يستر.
السفو الغدا خالص، العشاء خالص، يلا يلا يا خالي يلا خرغرف يلا. جوعانين حنا يا اخي. هذا ما ابغى هذا. اي هاتوا هاتوا نبي ناكله عاد حنا. يمدي ما يمدي لين ما يجي الله يسعده نقوم نخليه. تعال اجلس اجلس. ما يمدي ما عليك. اجلس يمدي والله يمدي. وصحن ثاني حط صحن ثاني. جوعانين هلكانين خلى على صحن واحد. لا لا صحن ثاني. احنا هذا وش دجاج ولا لحم؟ دجاج. اشبره اللون. هلا. هلا نقلط ليش لا؟ السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أمامكم 30 ثانية وأبدأ الخصم. 30 ثانية باقي 29 28 26 عليكم السلام. كيفك؟ السلام. هلا والله سبحانك. كيف حالك؟ طيب ان شاء الله. تمام. الله يحفظك. هلا بزين. كيف حالك؟ تمام. شو اخبارك؟ تمام. سلمت. كيف حالك؟ شو اخبارك؟ تمام. هلا والله. اطلب منك طلب بعد شوي. ها عارفه مبارك. انا بدي اكون مشفر. خليها. لا مو مشفر. ثلاث اسابيع صبرت عليك. الله يخليك. خاطري عليك شوي يا دكتور. دحين افضحك. الله يطول عمرك. دحين افضحك. هلا. كيف اخبارك؟ تمام. يا مرحبا يا دكتور. يا مرحبا. شو الاناقه هذه ما شاء الله تبارك. من يوم يا انيق. انيق اي والله. اي من يوم. هلا. يلا حيا. شلونك؟ كيف حالك؟ هلا والله يا دكتور. كيف حالك؟ كيف اخبارك؟ تمام. هلا. ما خليت نتعشى. الله يجزاك خير. ايه تعشى حبك كذا العشاء دحين. ها. السلام عليكم. هلا حياك. شو اخبارك؟ اخبارك تمام. تفضل. هلا حبيبي. السلام عليكم.